يعد قطاع الزراعة ركيزة أساسية وناجحة في الاقتصاد المصري، حيث أدخلت الدولة العديد من السياسات الإصلاحية لتعزيز زراعة المحاصيل وتنوعها بالاتساق مع تنفيذ سياسات مائية تحاول تقليل الفاقد وتساهم في علاج النقص من الماء. تولي الدولة اهتماما كبيرا بالزراعة بهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية وكآلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية. وتعمل وزارة الزراعة وفق خطة علمية مدروسة يتم على أساسها تحديد التركيب المحصولي الصيفي والشتوي ومساحات الأراضي المزروعة لكل محصول وتوزيعها بين المناطق الجغرافية وفقا للاحتياجات الفعلية للبلاد من المحاصيل المختلفة، وهو ما يسهم في تلبية الاحتياجات من مختلف المحاصيل والزراعات، فضلا عن توفير معلومات دقيقة يتم على أساسها معرفة الاحتياجات المائية. وبلغت المساحة المزروعة خلال الموسم الزراعي 2022-2023 نحو 9.8 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة. وزارة الزراعة من جانبها أعلنت زيادة المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان خلال الموسم الزراعي 2023-2024، مشيرة إلى أن القمح والبرسيم وبنجر السكر والخضر الشتوية مثلوا أهم المحاصيل الشتوية للموسم 2022-2023، فضلا عن عدد من المحاصيل الأخرى، فيما تضمنت المحاصيل المعمرة لعام 2022-2023 الموالح والمانجو والنخيل والزيتون والعنب والرمان والموز وفاكهة أخرى. خطوات مدروسة اتخذتها مصر في سبيل تحقيق نهضتها الزراعية كان أبرزها مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع 1 مليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، لتؤكد الدولة المصرية يوما بعد الآخر عزمها على تحقيق حياة أكثر أمنا ورخاء تليق بالمواطن المصري.